السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة بتكلم عن واحد من المكونات الأساسية لبرنامج الحماية التنفسية، ألا وهو المكون الرابع، وهو الوقاية من مخاطر الجهاز التنفسي من خلال معدات الحماية الشخصية. يعني كيف أحمي الجهاز التنفسي من العدوى باستخدام معدات ووسائل الحماية والوقاية الشخصية. المحتوى: يتلخص المحتوى في نقطتين لأدوات الحماية الشخصية. أولاً، توفر أدوات الحماية التنفسية بما في ذلك قناع الوجه الطبي، الكمام التنفسي عالي الكفاءة، وأجهزة غدد الدفع الإيجابي لتنقية الهواء. الجزء الثاني، يتم توفير اختبار ملائمة الكمام التنفسي عالي الكفاءة لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية. هذه الأشياء معروفة للجميع، قد تم ممارسة واستخدام هذه المعدات للحماية الشخصية للجهاز التنفسي، واختبار الكمام التنفسي سواء بالاختبار النوعي أو الكمي، وتم تدريب العاملين الصحيين، وهي تعتبر جزء من محتوى الحصول على شهادة البيكسل، ألا وهي شهادة المهارات الأساسية في مجال مكافحة العدوى. بداية نتكلم عن توفر أدوات الحماية التنفسية بما في ذلك قناع الوجه الطبي، الكمام التنفسي عالي الكفاءة، وأجهزة غدد الدفع الإيجابي لتنقية الهواء. أولاً، الاختيار السليم واستخدام أجهزة حماية الجهاز التنفسي، ويعتبر أهم عنصر فيها أن تكون متوفرة في حالة جيدة في أماكن الاستخدام. ثانياً، أن يتم تدريب العاملين الصحيين على كيفية اختيارها بصورة صحيحة تبعاً للإجراء الصحيح، أي بمعنى أن يكون الاختيار الصحيح للأدوات الوقائية الملائمة بصورة صحية للممارس الصحي، بالإضافة أن تكون أدوات الوقاية ملائمة للإجراء الطبي القائم عليه. مهم جداً للعاملين الصحيين أن يتلقوا التدريب والتعليم على طرق الاستخدام الصحيح ومتى الاحتياج لكل نوع من أنواع الوقاية الشخصية الخاصة بالحماية التنفسية. المقصود من ذلك أن يعرف كل عامل صحي متى يلبس البابر ومتى يلبس الكمام الطبي الجراحي أو N95، وكيفية التخلص منهم بالطريقة الصحيحة. قناع الوجه الطبي أو الجراحي: هذا القناع الذي نلبسه بكل مكان سواء في المجتمع أو في المستشفى أو أثناء الإجراءات الطبية له عدة تعليمات خاصة. أولاً، هذا الكمام لا يمكن مشاركته مع الآخرين للاستخدام الشخصي فقط حسب مستوى الحماية الخاصة فيه، وسوف يتم شرح ذلك في الشرائح القادمة. ما هي وظيفة الكمام الجراحي؟ وظيفته أن الإنسان يتعرض لرذاذ حجمها كبيراً نوعاً ما يحتوي على ملوثات مثل الميكروبات، الفيروسات، البكتيريا، هنا يقوم بتقديم الحماية لعدم وصول هذه الملوثات سواء كانت قطرات أو رذاذ إلى أنف وفم المرتدي للكمام. في نفس الوقت يقوم على حماية المرتدي للكمام وحماية الآخرين من هذه الإفرازات التنفسية. أقنعة الوجه ليست مخصصة للاستخدام أكثر من مرة، بمعنى ذلك الكمام الجراحي للاستخدام الواحد متى ما نزع لا يرجع، يجب التخلص منه بصورة صحيحة. إذا كان القناع تالفاً أو رطباً أو ملوثاً أو أصبح التنفس من خلاله جداً صعب، يجب إزالته والتخلص منه بأمان واستبداله بقناع آخر جديد. يجب ممارسة نظافة اليدين بعد استبدال القناع سواء بغسل اليدين أو استخدام الجل الكحولي. يعتبر قناع الوجه الطبي الجراحي ملوثاً بمجرد استخدامه ويجب التخلص منه على الفور، لأن الكمام الجراحي متى ما استخدم ونزع يعتبر ملوث حتى وإن لم نلاحظ ذلك ظاهرياً. نلاحظ أمامنا هذا البوستر من منظمة الصحة العالمية للممارسات الصحية للكمام ماذا تفعل ولا تفعل. يجب ممارسة نظافة الأيدي بصورة متكررة قبل وبعد استخدام الكمام. الكمام يجب أن لا يثنى أو يتم طيه. الحاجة الأساسية باستخدام الكمام لابد أن يغطي فتحتي الأنف والفم ليصبح فعالاً في حماية الشخص نفسه. يمكن ارتداء الكمام الطبي سواء بالأربطة أو حلقات الأذن. يجب خلعه إذا تلوث بالصورة الصحيحة وممارسة نظافة الأيدي. يمنع استخدام كمامات مطوية أو تم ثنيها أو ملوثة. ومن ضمن الممارسات الخاطئة وضعه على الفم فقط وعدم وضعه على الأنف، وأنه كالعادة الشائعة التي نلاحظها بين الممارسين وضعه حول الرقبة ولكن هو للارتداء.
متى ما تم نزعه يتم التخلص منه على الفور، كما أنه نمنع تلامس الأيدي مع السطح الخارجي للكمام لأنه يعتبر ملوثا، وبالتالي ذلك يؤدي إلى انتقال الملوثات للأيدي. مستويات الحماية المختلفة، أنواع القناع الجراحي أو الطبي. طبعا الكمام الطبي الجراحي الجميع يراه أنه كلها متشابهة على مستوى واحد، ولكن في الحقيقة هو له 3 أنواع طبقا لمستوى الحماية الخاصة فيه. المستوى الأول أو النوع الأول للإجراءات الطبية للأغراض العامة، حيث لا يكون مرتديها معرضا لخطر رذاذ الدم أو سوائل الجسم أو لحماية الموظفين والمريض من التعرض للرذاذ الذي قد يحتوي على الكائنات الحية الدقيقة. على سبيل المثال يزور المريض المصاب بعدوى الجهاز التنفسي العلوي العيادة الطبية. المستوى الثاني للاستخدام في أقسام الطوارئ أو طب الأسنان أو تغيير الضمادات على الجروح الطفيفة أو التئام الجروح، حيث قد يحدث الحد الأدنى من التعرض لرذاذ الدم على سبيل المثال إجراءات المناظير. المستوى الثالث والنوع الثالث يتم استخدامه لجميع العمليات الجراحية، الإسعافات الأولية للصدمات الكبرى والإنعاش القلبي الرئوي أو في منطقة يكون فيها عامل الرعاية الصحية معرضا لخطر رذاذ الدم أو سوائل الجسم على سبيل المثال جراحة العظام أو إجراءات القلب والأوعية الدموية. الكمام التنفسي عالي الكفاءة. الكمام التنفسي عالي الكفاءة هو أداة حماية تنفسية مصممة لتحقيق ملائمة قريبة جدا للوجه للمستخدم وتنقية فعالة للجسيمات المنقولة عن طريق الهواء، أي له قدرة على فلترة كل الهواء الذي يدخل عن طريق الكمام من جميع الملوثات والميكروبات بنسبة عالية من 95% إلى 100%. طبعا هذا هو المتوفر عندنا في المملكة العربية السعودية وما يسمى بالـ 95. مستوى الفلترة لديه تكون 95%، يستخدم للأمراض المنقولة عن طريق الهواء. الكمام التنفسي عالي الكفاءة الجراحي هو الكمام المعتمد في المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية، هذا الاستخدام للعاملين في المنشآت الصحية. يوصى باستخدام الكمام التنفسي عالي الكفاءة الجراحي فقط للاستخدام من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحتاجون إلى الحماية من كل مخاطر العدوى المنقولة عن طريق الهواء والسوائل. لا يتم استخدام الكمامات التنفسية عالية الكفاءة الجراحية أو الحاجة إليها خارج أماكن الرعاية الصحية. الحد الأدنى من المتطلبات للكمام التنفسي الجراحي عالي الكفاءة جهاز التنفس المقاوم للسوائل أن يكون معتمد من نويش أو هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو المعيار الأوروبي كما هو موضح لنا في هذه الرموز. الفرق بين القناع الطبي والجراحي والكمام التنفسي عالي الكفاءة. كمام تنفسي عالي الكفاءة إنه استخدامه يقلل من تعرض العاملين الصحيين من الهباء الجوي والرذاذ الغير محتوي على مواد زيتية. الكمام الطبي استخدامه مقاومة السوائل وتحمي مرتديها من رذاذ السوائل الجسم أو غيرها من السوائل الخطرة، يحمي الآخرين من رذاذ الجهاز التنفسي الخاص بمرتديها. الكمام التنفسي يعتبر استخدامه في كجزء من معدات الوقاية الشخصية المستخدمة أثناء رعاية المريض تحت احتياطات العزل للأمراض المنقولة عن طريق الهواء. يستخدم الكمام الطبي والجراحي كجزء من معدات الوقاية الشخصية المستخدمة أثناء رعاية المريض تحت احتياطات العزل للأمراض المنقولة عن طريق الرذاذ أو العمليات الجراحية أو التحكم في مصدر العدوى التنفسية. من حيث الملائمة، الكمام التنفسي عالي الكفاءة مصممة لتناسب بإحكام ما يخلق ختمًا بين وجهك والجهاز التنفس الصناعي، يتطلب اختبار ملائمة وفحوصات ختم المستخدم، بينما الكمام الطبي الجراحي لا يتطلب اختبار ملائمة وفحوصات ختم المستخدم، بل إنها تتناسب بشكل فضفاض تاركة فجوات بين القناع ووجهك. الاختبار يتم اختبار الكمام التنفسي عالي الكفاءة لترشيح الجسيمات وكفاءة الترشيح البكتيري بالإضافة إلى مقاومة السوائل والضغط التفاضلي والقابلية للاشتعال، بينما الكمام الطبي الجراحي تم اختباره لكفاءة ترشيح الجسيمات وكفاءة الترشيح البكتيري بالإضافة إلى مقاومة السوائل والضغط التفاضلي والقابلية للاشتعال.
اختبار ملائمة الكمام التنفسي عالي الكفاءة. متى يتم إعادة اختبار ملائمة الكمام التنفسي عالي الكفاءة؟ عند عدم توفر المقاس المناسب والموديل الخاص بالعامل الصحي، عند حدوث تغير في الوزن، تشمل الأمثلة على الحالات التي تتطلب اختبار إضافي للملائمة للعامل الصحي، على سبيل المثال فقدان الوزن أو الجراحة التجميلية أو جروح وندبات الوجه أو تركيب أطقم الأسنان أو عدم وجود أطقم الأسنان التي يرتديها الفرد عادة. اختبار النوع والمقاس الملائم من الكمام التنفسي عالي الكفاءة. اختبار الملائم النوعي هو اختبار يعتمد على نعم أو لا، ويستخدم حاسة التذوق أو الشم أو رد الفعل على مادة مهيجة للكشف عن التسرب إلى قطعة الكمام التنفسي عالي الكفاءة. النوع الثاني من اختبار ونوع المقاس الملائم للكمام التنفسي عالي الكفاءة هو اختبار الملائم الكمي، آلة لقياس الكمية الفعلية للتسرب للكمام، وهذا هو الذي معتمد في وزارة الصحة وما هو موجود في المستشفيات. لا يعتمد على حاسة التذوق أو الشم أو التهيج للكشف عن التسرب، ينتج عنه نتيجة عددية تسمى عامل الملائمة، وعامل الملائمة الذي لا يقل عن 100 مطلوب للكمامات التنفسية عالية الكفاءة. أجهزة خوذة الدفع الإيجابي لتنقية الهواء هي معدات أجهزة خوذة الدفع الإيجابي لتنقية الهواء، تحمي المستخدم وتنقي الملوثات في الهواء، وباستخدام آلة ضغط الهواء تعمل بالبطارية لتوفير هواء نظيف في الخوذة. تزود هذه الأجهزة خوذة الدفع الإيجابي لتنقية الهواء بفلاتر تنقية الهواء عالية الكفاءة فيما يسمى هيبا فلتر، والتي ذات قدرة لتنقية الهواء بنسبة 99.97 أو أكبر. ما يهم في استخدام هذه الخوذة أن يتم تدريب العامل الصحي وتعليمه على جمع وتفكيك أجهزة خوذة الدفع الإيجابي لتنقية الهواء، الاستخدام السليم بعد التنظيف والتطهير، تغيير فلاتر أجهزة خوذة الدفع الإيجابي لتنقية الهواء، استبدال البطارية. نشكر لكم حسن سماعكم وإنصاتكم لهذه المحاضرات.